حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حثمه ان عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان راس مائه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض احد فوهل الناس في مقاله رسول الله عليه السلام الى ما يتحدثون من هذه الاحاديث عن مئه سنه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض يريد بذلك انها تخرم ذلك القرن